If you don't speak or understand Arabic and you are interested in trying any of my recipes, please log on to my Facebook page. All the recipes you see in the videos and more are available there, in details and in both languages, Arabic and English. Kindly check the description box under the video for the links. Thank you for watching! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبا معاكم النهاردة من The Bite of Delight. النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل ريسيبي بتاعة الكنافة النابلسية. شهية جدا وطعمها جميل جدا ومشهورة اكتر في البلاد العربية اكتر من احنا عندنا كمصريين. بس طعمها لطيف جدا وحلوة جدا. هي الاوريجينال ريسيبي بتتعمل جبنة العكاوي. الجبنة العكاوي بتتجاب وتتنقع كذا مرة علشان نطلع منها الملوحة اللي فيها وتستخدم كحشوة جوه الكنافة. الكنافة كمان النابلسية بتبقى ناعمة جدا جدا العجينة بتاعتها، ففي ناس بتعمل العجينة فروم سكراتش. احنا هنعملها النهاردة بعجينة الكنافة العادية. ارجو انها تعجبكم وارجو ان انتم تجربوها وتعجبكم. عاملينها النهاردة بتويست للي ما عندوش الجبنة العكاوي. ان شاء الله يا رب تعجبكم الريسيبي، حاولوا تجربوها وبس ما تكتروش. اتس فاتي وبتدخن اكيد، فيها شوية زبدة وشوية سمنة بس مش كتير قوي يعني، وان شاء الله تطلع حلوه وتعجبكم. يا رب تجربوها وتعجبكم. تعالوا نشوف هنعمل ازاي الكنافه النابلسيه مع بعض. علشان نعمل صينيه كنافه بقطر 22 سنتيمتر هنحتاج للحشو نص كوبايه مهلبيه خفيفه. علشان نعملها هنحتاج نص كوبايه من اللبن الحليب البارد، نص معلقه كبيره من نشا الذره او الكورن ستارتش او كورن فلاور، واحد معلقه كبيره من السكر، رشه من الفانيليا او الحبهان المطحون حسب الرغبه، واحد كوبايه من الجبنه الموتزاريلا الخاليه من الملح تماما، 2 معلقه كبيره من السكر، ده اختياري انا ما استخدمتهوش ومش بحبها مسكره قوي. علشان نعمل خليط الكنافة هنحتاج 200 جرام من الكنافة، ربع كوباية من الزبدة السايحة زائد معلقتين زيت كبار، 1.5 معلقة كبيرة من السكر المطحون او الباودر، ربع معلقة صغيرة من لون طعام برتقاني وده اختياري. انا هنا مجهزة اوريدي شوية كريمة. كريمة دي بتتعمل دي مهلبية sort of، يعني بتحط دي تقريبا مقاديرها هتكون جاهزة موجودة، لبن على النشا على معلقه سكر، حاجه بسيطه سكر، شويه حبهان او فانيليا او اي حاجه منكهه حسب الرغبه. انا دي كنت عاملاها من بدري فعشان كده هي بارده، هبتدي اسخنها تاني وبعدين هسيح فيها التشيز بتاعتنا. نعملها شويه كريمي، المفروض لو كريمه مثلا هستخدمها جوه قلب قطايف او جوه قلب بسبوسه او كنافه بالكريمه بس بتبقى ادخن من كده. انا عاملاها خفيفه عشان هتيجي لسه الجبنه تمسك. مستخدمين النهارده جبنه موتزاريلا، بستخدمه طبعا مع جبنه كريم تشيز. كريم تشيز يعني جبنه كريمي بالعربي، مش معناه بس اي جبنه كريمي، جبنه كريم تشيز اللي تستخدم في الحلويات بتبقى من غير ملح، تمام؟ فممكن تستخدموا كريم تشيز وتخلطوها مع موتزاريلا، وبرضه دي تبقى ممكن حشوه للكنافه النابلسيه او الكنافه اللي بالجبنه. وممكن تعملوا زي ما بعملها كده، ده طريقه لطيفه جدا وشهيه مش هتندموا ان انتوا تجربوها. اول ما يبتدي يسخن شويه زي ما انتوا شايفين هبتدي احط كميه من الموتزاريلا تشيز افرطها كده. طبعا الطريقه الاصليه بيتحط بيستخدموا طبعا الجبنه اللي هي اللي اسمها الجبنه العكاوي، دي مش مشهوره قوي في مصر، مش متوفره قوي، فعشان كده بنستبدلها بالموتزاريلا. والموتزاريلا اسهل، العكاوي اوريدي بتبقى حادقه، وبنبتدي ان احنا ننقعها في ميه ونحاول ان احنا نمشي منها الملح اللي بيبقى فيها ونغير عليها الميه كذا مره، فشويه غلبه اكتر من الموتزاريلا. فدي طريقه سهله ولطيفه ان احنا نجربها. الشكل ده ببتدي اقلب بدون ما اقف عشان الموتزاريلا بتاعتي كلها تسيح في قلب الكريمه، لغايه ما تبتدي تتجانس مع بعضها. بصوا بتشد ازاي، بالشكل ده جهزت وكل الخليط بقى متجانس اكنها مهلبيه بس بتشد شويه، وهسيبها على جنب لغايه اما الكنافه بتاعتي هحطها كلها، هقطعها كويس جدا واضمن انها متقطعه.
خلاص قطعنا الكنافة مظبوط، الكنافة بتاعتي متقطعة. انا هنا عندي شوية زبدة عليهم شوية زيت مخلوطين اوكي بالشكل ده، حطينا لهم لون اورنج، وممكن اللي ما عندوش لون يعني يستغنى عن البارت ده، مفيش اي مشكله خالص خالص. هما بيلونوها بلون صناعي كده اورنج. طبعا انتوا ممكن تضيفوا سمنه سايحه، ممكن تضيفوا مارجرين او دهن نباتي، اي حاجه انتوا بتفضلوها. انا خلطت كده اللون مع، هبتدي اضيف شويه، اخلط. لان انا محتاجه كل جزء في الكنافه يكون متغلف بزبده، زبده خليط الزبده والزيت او بالماده الدهنيه اللي عندي whatever اللي انتوا هتستخدموه. اعرف منين اذا كانت حطيت لها زبده وزيت كويس؟ لما تبتدي تلمع شويه. انا مش بحب اكتر كمان على فكره زبده خالص، بعمل بس المقدار المظبوط، مش بحب اكتر. كده خلطنا كنافة كويس جدا مع المادة الدهنية، وصلت تلمع ازاي، وده اللي انا عايزاه من غير ما اكتر قوي، انا بس على ايه حاجة بسيطة يعني. وبعدين هنضيف 1 معلقة سكر باودر ونخلط مرة كمان. اوكي اضفت للكنافة بتاعتي السكر الباودر بالشكل ده. السكر الباودر لما بنحطه معاها بالشكل ده نبتدي نخلط كويس، نخليها انها تتماسك مع بعض وتبقى كارملايز، تاخد لون حلو عشان السكر بيتحرق لما بيتسكن فوق، وبيخليها تتماسك مع بعض، يعني بيعمل زي عنصر تلزيقي كده بالشكل ده. اختلط السكر الباودر كويس مع العجينة كلها. الصينية بتاعتي دي صينية 22 سنتي القطر بتاعها. انا مش بدهن الصينية بتاعتي لان احنا حاطين زبدة وزيت، حاطين مادة دهنية كافية جدا ده في رأيي. اوكي بحطه بملي الصينية بالكنافة بالشكل ده. الكنافة النابلسية الأصلية مش بتتعمل بطبقتين كنافة زي ما أنا هعمل، هي بتتعمل طبقة واحدة، وطبعا دي تبقى صعبة والجبنة بتقعد تلزق من تحت، ما بنعرفش نتعامل معاها، دي الأصلية يعني. بس احنا النهاردة عاملين حاجة كده على قدنا اوكي بالشكل ده، وببتدي أضغط على الأحرام بالشكل ده. اوكي ببتدي اضغط كده على الاحراف بالطريقه دي وافرط اي عجينه مش متفرطه كويس بالشكل ده. اوكي الطريقه دي بحط نص تقريبا العجينه تحت. اوكي وبعمل زي ما انتم شايفين، انا عامله حز لفوق بضغط كده في نفس الوقت ده. قبل ما ابتدي اكون ان انا ابتديت اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 190 كده، عشان لما اجي احط التشيز يبقى ليها صور وما تتحرقش، ولما اجي انزلها اقلبها تبقى متماسكة ومظبوطة بدون اي تعب. نفس الطريقة دي اللي انا عاملاها بالظبط، بس بدون الصبغة بدون اللون. تتعمل كنافة بالمكسرات، كنافة بالكريمة، كنافة بالناتيلا، بس انا مش بؤمن بيها ولا بحبها خالص، يعني بحسها يعني جاية مقحمة نفسها على الديزرتس الشرقية بتاعتنا. الشوكولاتة ديزرت اجنبي وبيتدخل بيخش في الديزرتس كلها الاجنبية مش الشرقية بتاعتنا، فمش بحب الطعم ده قوي مع بعضه يعني مش بي. بس انتوا ممكن تعملوها تتحط في القلب كده وتتسوى عادي خالص. اوكي قشطة أو كريمة أو مهلبية أو كاسترد أو مكسرات بنفس الشكل ده. اوكي عملت الشكل ده، وبعدين بجيب كوباية. أنا خلاص عملت الحرف، بجيب كوباية بقف عند الحرف وأدوس وأزق مرات بالشكل عشان الأطراف تبتدي تتماسك وتبتدي تبقى واخدة شكل الصينية، وبدوس بأعرق كوباية وبعدين بدوس تاني هنا في النص بحيث انها ترفع لي الطبقة بتاعت الكنافة بتاعتي خالص. مش كده ظبطتها وظبطت الاطراف بتاعتها ورفعتها وخليتها بسمك مظبوط. احنا قاعدة جاهزة ان احنا نحط فيها الخليط الجبنة اللي عملناه، اصبح جاهز انه يتحط جوه الكنافة بتاعتي.
هحط كميه وفيره عشان تبقى متشبع. وخلي بالنا احنا عاملين الحرف عشان نحط براحتنا من غير ما هي نبقى خايفين ان في ريسك ان هي تطلع بره او تتحرق. اوكي بالشكل ده دلوقتي ابتدي افرد خليط التشيز على الكنافه كويس بالطريقه دي. حشينا الكنافة كويس هنبتدي نحط عليها طبقة فوقانية او التوب لاير يعني بتاعت الكنافة فرطها بيه كده بس ما بحطش كتير قوي عشان ما تبقاش كلها ايه كنافة يعني. هبتدي اضغط عليها بشويش عشان تتجانس كلها وتلزق في بعضها. دلوقتي الفرن بتاعنا احنا مسخنينه على 190 هحطها في الرف التحتاني على ما ياخد الجناب بتاعتها تاخد لون جولدن وبعد كده نطلعها في الرف الوسطاني تاخد لها 10 دقايق كمان لربع ساعة ولغاية لما وشها يحمر. الكنافة طلعت من الفرن طلعناها بعد ما بقت جولدن وبصوا ابتدت تبعد ازاي عن السايدز بتاعت البان بالشكل ده تمام. هبتدي بس اهزها كده واحس بايدي بصوا بهز كده بتبقى متماسكه فاقدر اقلبها دلوقتي على طول عشان الحق احط عليها الشربات. انا بقلبها علشان طبعا هقدمها مش هخليها في البان. اوكي بالشكل ده ادي الكنافه بتاعتي هبتدي احط عليها شويه شربات بالشكل ده خليها تقعد تشربه على مهلها. والكنافه دي النابلسيه بالذات الميزه فيها ان انت ممكن ما تحطيش كل الشربات مره واحده وكل حد يجي يقطع وهو بياكل يحط شربات على قطعه الكنافه بتاعته فبيبقاش فيه اي مشكله. ونخليها تشربه شويه تهدى بس شويه ما نقطعهاش على طول استنى عليها بس تلت ساعه نص ساعه تهدى شويه بس وبعد كده اقطع منها عادي خالص. طبعا تحطوا جارنش من فوق زي ما يعجبكم حط عليها فستق بالطريقه دي. لو عايزين نلمعه بنحطه في شويه شربات الاول ممكن طبعا مكسرات مطحونه بس انا هخليها زي ما هي عشان تبقى ريتش وحلوه وجميله ان شاء الله تعجبكم. جربوها وان شاء الله تعجبكم.